مرحبا أصدقائي، أنا عبد الرحمن من قناة ترونو بيزا. رجعت لكم فيديو جديد. في الفيديو السابق أخذنا الدورة G81. في هذا الفيديو راح نتحدث عن دورة G82، دورة الثقب مع التوقف في قاع الثقب مدة معينة ثم الرجوع السريع. هذه الدورة مكونة من سطر واحد، G82، محور الاكس، محور الزد، البي، الار، الاف. الجي 82 هي نداء الدورة. الاكس محور والمحور الزد. البي هي مدة زمنية لتوقف الأداة في داخل الشغلة. على سبيل المثال عندي هذا الشكل، هذا الشكل الأداة راح الأداة راح تيجي تدخل في شغلة، راح تقوم بعملية قطع، عملية حفر، عفوا عملية حفر، تصل للنهائي راح تبقى جواتها مدة زمنية معينة. هاي المدة الزمنية بالملي سكند، كل 1000 ملي سكند بيعمل 1 ثانية. فالبي هو مدة توقف الأداة القطع داخل الشغلة. هذه الخطوة بتساعد انه بتقوم تنظيف نهاية الثقب وتعطيها نوع من الجودة او سطح نظيف. فاذا كان هون عندنا في مقدمة شانفر، فهاي المدة الزمنية اللي هي داخل الشغلة راح تعمل على تنظيف الحواف. فهي دورة الثقب مع التوقف داخل الشغلة أو في قاع الثقب ثم الرجوع السريع إلى النقطة أو رجوع إلى خارج الشغلة. في شغلة تانية هون، في نقطة تانية هون، في بالجي 82 في عنا الجي 98 والجي 9. G99. المقصد من هذول اثنيناتهم بينكتبوا بأول الدورة. هون بداية الحفر، هون راح تكون بداية الحفر. وقلنا في عنا الار هي هاي الار، هاي المسافة اللي تركناها على سبيل المثال 5 ملليمتر، هي هون هذا الار. الجي 98 الاداة راح تدخل تطلع تصل هون لبداية لنقطة بداية الثقب بالجي 98. اذا احنا اعطيناه هون G99، فالأداة راح تطلع ترجع لعند المستوى الار المعرف ار، تجي تدخل تطلع توصل لهون. فإذا أردنا أنه الأداة تخرج فقط إلى بداية الثقب راح نعطيها G98، أما إذا أردنا أكثر 5 ملليمتر مثلا بقيمة الار فراح نعطيها G99. راح نكتب البرنامج، بداية البرنامج، اسم البرنامج O0070، بعدين G80 لقاء دورات المغلقة، G40
إلغاء استعواد نصف قدر عضلة القطع. بعدين الجي 54 نقل الصفر من هون عندنا الظرف، نقل الصفر من هون إلى أمام. بعدين الجي 21 الأبعاد راح تكون متري، جي 99 تغذية راح تكون له كلفة. بعدين نذهب إلى النقطة المرجعية جي 28 اليو صفر الدبليو صفر، اختيار عدد القطع صفر واحد، ام صفر ثمانية تشغيل سائل تبريد. بعدين اختيار سرعة القطع جي 97,300 تجاه الدورة راح تكون مع عقارب الساعة. بعدين نحن راح نقول النقطة المرجعية راح تقرب هون بأسرع ممكنة، جي صفر صفر الاكس صفر الزيت زيد خمسة، هي راح تكون خارج خمسة. هلا راح يبدأ، راح ناخد انه ترجع الأداة للنقطة اللي عند المستوى المعرف R، معناته جي 99 جي 82 الاكس راح تكون صفر على المحور اكس راح تكون على المركز الزيت، فنحن راح ندخل فيها بقيمة 15 مليمتر. معناته الزيت راح تكون ناقص 15. البي نحن كم ثانية بدنا نخليها؟ احتمال راح نتركها 3 ثواني داخل الشغلة، معناته البي راح تكون 3000. الاف صفر فاصلة 15. بعدين الجي 80 جي 28 يو صفر دبليو صفر الام صفر تسعة قاف سائل تبريد قاف الظرف عن الدوران ام خمسة ام 30 انهاء البرنامج. فهاي كانت الدورة جي 82 دورة ثقب مع التوقف في قاع السن والرجوع الى والرجوع السريع. هذه الدورة انه عدم وجود عيوب في نهاية الثقب اي تنظيف الثقب، فنحن اذا كان عندنا في امام الثقب شنفر او شيء فهذه العملية راح تساعد انه تكون راح جودة السطح الى راح تكون نظيفة. اذا عجبك الفيديو ما تنسى من لايك واشتراك في القناة. كان معكم دلوفان من قناة الترنويز.